السلايد اللي أمامنا دي بتلخص موضوع الـ adjustments وعلاقتها بالقوائم المالية summary of adjustments and financial statement links. دي كده الأكونتات أو الحسابات اللي احنا اتكلمنا عنها الأربعة: prepaid expenses, unearned revenues, accrued expenses, accrued revenues. تأثير كل حساب منهم على الـ balance sheet والـ income statement طبعا ده قبل الـ adjustment. بالنسبة للـ prepaid expenses تأثيره بيبقى عامل ايه في البالانس شيت؟ asset overstated و equity overstated. يعني لما بيكون في prepaid expenses بيحصل في مبالغة في تقدير الاسيت وكمان الايكويتي. ده بالنسبة للبالانس شيت. طب بالنسبة للانكم ستيتمنت بنلاقي ان الاكسبنس understated، يعني قيمتها اقل من الحقيقة. لما نيجي بقى نعمل adjusting entry الprepaid expenses بتتحول ل expense بقى عادية، زي مثلا في حالة الانشورنس والسبلايز لو فاكرين. بنحول بقى حساب السبلايز بعد ما كان asset بسجل اللي تم الاستهلاك منه في صورة expense، والمقدار اللي هو اصبح expense بقلله من الاسيت بان انا اخليه credit، فيبقى الانتري expense debit asset credit. بالنسبة لحساب الـ unearned revenues تأثيره على الـ balance sheet بيخلي الـ liability overstated والـ equity understated. يعني حساب الـ liability بيبقى مبالغ فيه والـ equity أقل من الحقيقة understated. تأثيره على الـ income statement بيخلي الـ revenue understated، يعني أقل من الحقيقة. لما نيجي نعمل adjusting entry طبعا الـ unearned revenues تعتبر أصل liability، فلما نعمل adjusting يعني بنقلل بقى الـ unearned revenues، فالـ liability هنا بتصبح إيه؟ debit، إنها كده قلت، والجزء اللي قل دوت بيتحول بقى لايه؟ للريفينيو، بحيث يعبر عن ان الريفينيو ده اصبح من حق الشركه، حق مكتسب ليها يعني لانها قدمت البنفيت. بالنسبه لحساب الاكرود اكسبنسز تاثيره على البالانس شيت انه بيخلي اللايبيلتي اندر ستيتد والايكوري اوفر ستيتد، يعني حساب اللايبيلتي بيبقى اقل من الحقيقه والايكوري مبالغ فيه. تاثيره على الانكم ستيتمنت بيكون اكسبنس اندر ستيتد، بيبان الاكسبنس اقل من الحقيقه. بنعمل بقى الادجستنج انتري ان احنا بنثبت الاكسبنس، وطالما لسه accrued expense فبيبقى liability، التزام على الشركة ان هي تدفعه. اخيرا حساب accrued revenues الايرادات المستحقة، تأثيرها على البالانس شيت بتخلي الاسيت understated والequity understated، يعني حساب الاسيت بيكون اقل من الحقيقة والequity كذلك. تأثيره على الانكم ستيتمنت بيخلي الريفينيو understated، لان طبعا accrued revenues ايرادات مستحقة يعني لسه ما تحصلتش، فبالتالي رصيد الريفينيو في الانكم ستيتمنت هيبان ان هو اقل من الحقيقة. فبنعمل بقى الادجستنج انتري بحيث ان يظهر الاكرود ريفينيوز بتاعي كاسيت وبيتثبت كريفينيو لان انا قدمت البنفيت، فاصبح من حق الريفينيو دوت. طبعا بالنسبة لك مش لازم تلخبط نفسك قوي بالتفاصيل اللي هي قبل الادجستمنت، يعني بيفور ادجستمنت تأثير الاكونتس دي على البالانس شيت والانكم ستيتمنت ما ترهقش نفسك بيها. انت بس تبقى واخد فكرة عن الموضوع ده. اللي يهمني من الموضوع ده كله هو الادجستنج انتريز اللي هو قيود التعديل، وعرفنا طبعا ازاي نشتغل عليها ونطبقها عملي. ده كده شكل الترايل بالانس طبعا في نهاية السنة December 31st 2011 قبل التعديل، وادي الحسابات اهي مدرجه فيه: الكاش، اكونتس ريسيفبل، سبلايز، بريبيد انشورنس. هنا بريبيد انشورنس يعني مصروف تامين مدفوع مقدما اللي هو برضو الانشورنس الاسيت، يعني equipment، وده accumulated depreciation خاص بالequipment، يعني مجمع الاهلاك الخاص بحساب الequipment. وقلنا طبعا ان الاكيوميليتد ديبريشيشن يعتبر كونترا اسيت اكاونت، حساب اسيت بس معاكس، يعني بينقص حساب الاسيت. اكاونتس بيبل، سالاريز بيبل، ان ايرند ريفينيو، وقلنا طبعا ان هو حساب لايبيليتي، وبالتالي احنا حاطينه تحت حسابات اللايبيليتي مع بعض. كوم ستوك، ريتين ايرنينجز، ديفيدنس، كونسلتنج ريفينيو، رنتال ريفينيو. ده طبعا في حاله لو الشركه عندها وحدات بتاجرها او عربيات بتاجرها او اي حاجه بتاجرها وتاخد قصادها ايراد، فبالتالي بقول عليها rental revenue. وده depreciation expense يعني حساب الاهلاك. salaries expense، insurance expense، rent expense اللي هو مصروف ايجار، ده في حالة لو الشركة هي اللي تستأجر وحدات مثلا لمكاتب او مباني او اراضي او سيارات، في الحالة الشركة بتدفع مصروف مقابل الايجار، مصروف ايجار يعني. supplies expense، utilities expense، وفي الاخر التوتال بتاعي بجمع طبعا جانب الديبت والكريدت، لازم الاثنين يساووا بعض، الديبت لازم يساوي الكريدت، وده اصلا الغرض من
تحضير الترايل بالانس، بتأكد ان كل حسابات الديبت بتساوي حسابات الكريدت. طب ده كده الترايل بالانس قبل التعديل. في حالة بقى اجراء التعديلات الادجستمنتس، هنا هتلاحظ بقى زي ما انت شايف كده، دي الأرصدة اللي انا هجريها كتعديلات على الترايل بالانس. قلنا طبعا الترايل بالانس قبل التعديلات اسمه الان ادجستد ترايل بالانس. مثلا هي الاكونتس ريسيفبل كانت زيرو، بعد طبعا اثناء المعاملات طول السنه ظهر لي ان في رصيد في الاكونتس ريسيفبل، فهنا سجلته هنا كمن ضمن التعديلات الادجستمنتس. ايضا عندي كان في سبلايز هنا بالمقدار دوت، لاحظنا ان في انخفاض في السبلايز وحطيناه طبعا في الكريدت هنا. ولما اجي طبعا اطلع الادجستد ترايل بالانس، ان انا هنقص ده من ده عشان اطلع الرصيد الجديد للسبلايز واللي هيظهر لي هنا في المنطقه دي. وكذلك بقى مع باقي الحسابات، عندي هنا برضه تعديل في البريبيد انشورنس، يعني عدى شهر مثلا من التامينات، فانا هنا سجلت ان هو اتخصم من المصروف المقدم بتاع التامين او من حساب الاسيت يعني، فحوله للكريدت عشان اخصمه واطلع الرصيد المتبقي. ظهر لي برضه هنا accumulated depreciation، معروف ان طبيعته اصلا كريدت، وهكذا مع باقي الحسابات لحد برضه ما اوصل للتوتال برضه هنا في الديبت بيساوي الكريدت حتى في التعديلات، الاتنين لازم يساووا بعض. وبكده وصلنا للادجستد ترايل بالانس. ده بقى الادجستد ترايل بالانس اللي هو ميزان المراجعه بعد التعديلات، ان احنا سوينا التعديلات دي مع الان ادجستد ترايل بالانس، ظهر لي بقى الترايل بالانس الجديد بعد التعديلات، وفي النهايه برضو التوتال هنا الديبت بيساوي الكريدت. ومن هنا بقى نبدا نعمل الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتنا من الادجستد ترايل بالانس. ده كده هو الادجستد ترايل بالانس واحنا واخدينه كده منعزل عن التيبل اللي فات. عايز احضر اول حاجه الانكم ستيتمنت، قائمه الدخل. معروف قائمه الدخل بتضم ايه؟ الريفينيوز والاكسبنسز. اخد برضو الريفينيوز والاكسبنسز من الترايل بالانس اللي هو الادجستد طبعا، واحطها هنا واطلع ايه؟ اطلع النت انكم بتاعي صافي الدخل، استخدمه بعد كده في تحضير ايه؟ في تحضير القائمه اللي بعد كده الستيتمنت اوف ريتيند ايرنينجز. اهو جبنا الانكم ستيتمنت، اخدنا النت انكم اللي ظهر لي في الاخر، ضفته على الستيتمنت اوف ريتيند ايرنينجز عشان اطلع رصيد الريتيند ايرنينجز الجديد في نهايه السنه، واللي بردك هستخدمه واضيفه لحساب الايكويتي في البالانس شيت. اهو كده وانا بحضر البالانس شيت، ده كده عندي الادجستد ترايل بالانس ودي الستيتمنت اوف ريتيند ايرنينجز. عشان احضر البالانس شيت باخد حسابات الاسيتس واللايبيليتيز والايكويتي، احضر بيها البالانس شيت. الاضافه البسيطه اللي هضيفها هي رصيد الريتيند ايرنينجز الجديد اللي انا طلعته، بضيفه هنا مع حسابات الايكويتي، واتاكد في النهايه في تحضير البالانس شيت ان مجموع الاسيتس بيساوي اللايبيليتيز بلس ايكويتي. اهو التوتال بتاع الاسيتس بيساوي التوتال بتاع اللايبيليتيز والايكويتي.